قطعت معلش حديثك، وكان حديث مهم جدا في الجزئيه دي، جزئيه المنشطات، والدكتور كمان كان لديه تعليق، فهكمل معاك الجزئيه دي. وصلنا لحاجات كمان المدره للبول، ناس كتير بتاخدها بشكل كتير عشان كمان تحس ان هي خست والتنشيف على النسق النسق الرياضي الاحترافي. في بعض مع الاسف رياضات مهمه جدا بيبقى لها علاقه بالميزان يا حسام، يعني انت النهارده التايكوندو والجودو والكاراتيه، الحاجات دي لعبه موازين، ففي بعض الاوقات شفناها في الاولمبيات، في بعض الاوقات بيلجأوا لبعض السبل القارصه على الجسد في خساره الميه، ودي من السبل السريعه لخساره الوزن ان الميزان يفرق. ايوه ده او معلش بتقطع كلامك، في ناس ممكن تخش تقعد في الساونه 40 دقيقه البس سمعت لعيب رياضي مشهور مش عايز اقول اسمه قال كده كنت بخس شحات مبروك وغيره وكوره كمان، بتبدا انت تعرض نفسك لسبل عنيفه جدا في فقدان الميه الاجباري للجسد مع عدم تعويضها بميه، فتبدا تدخل نفسك في جفاف. الجفاف من اكبر الاجراءات التي تجعل الجسم في حاله اعتلال في العناصر بتاعته زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. دكتور عمرو يفيدنا ان الكالسيوم والصوديوم من الحاجات، والبوتاسيوم بالذات اللي هم محركات الكهرباء في القلب، والاعتلال فيهم كارثي بالنسبه لهذه المنظومه. فما تبقاش انت بتدفع جسمك لخساره هذه الاملاح، خاصه ان البول ساعات لو خدت مدرات تدفع الجسم لفقدان هذه الاملاح في بعض الحالات في البول، فانت بتعمل اعتلال في الجسم. يبدا بقى يجي لك كرامبات ويجي لك رفرفه في القلب وانت مش قادر تفسر ده. ده على نسق استخدام المدرات، ولكن الهرمونات بقى موضوع اكبر من كده. انا كنت لسه بشرح لحضرتك ان في بعض المشكله بالنسبه لنا في المجال، مدعين ان انت ممكن يقود حضرتك في استخدام الهرمونات بامان، ودي كارثه. ان يجي مثلا حد كابتن فلاني مدرب فلاني لك لا احنا نمشي معاك بجرعات بسيطه وده هيبدا يحسن معاك بس الاداء وما تقلقش وهنعمل تحليل باستمرار. بقول للناس دي طب هل هي مضره على اطلاقها، ولا لو انا عندي فريق طب متخصص جدا؟ صدقني لو معاك مين ما في حاجه في الدنيا تضمن ان انت تستخدم شيء والشيء ده خارج النسق الطبيعي للجسم وتقول ان انا همشي معاك بامان، ولو سلمت في فلان ممكن ما تسلمش في علان، لان هو الطب ما قالش ان في كرايتيريا، احنا بنمشي حاجه اسمها جايد لاينز وكرايتيريا. ما فيش جايد لاينز اللي هتقول هياخد هرمونات بشكل معين بجرعات محدده انت في امان. الطب ما قالش كده. دكاتره الغدد الناس افضل، لانه التاثير على كل واحد هيكون مختلف. هيقول لحضرتك لو انت في اعتلال في الهرمون الفلاني بنديك جرعه تعويضيه كذا، عندك نقص في هرمونات النمو في الاطفال بنديك جرعات تعويضيه كذا، عندك اختلال في الانسولين في الجسم بتاخد الجرعات التعويضيه كذا، ولكن ان انا عندي جايد لاينز اقول لك خد تستوستيرون او خد هرمون بناء معين او هرمون بشكل معين بجرعات اعتباطيه او جرعات افتراضيه وراقب بقى نفسك وتطورك في الجيم، لا مفيش ضامن لكده. طبعا النتائج مهوله، قوه عنيفه، افراط في الطاقه، بناء في العضلات، اجسام رائعه، ولكن الدواخل محترقه. يعني بقول لك كده انت من بره ربنا يحفظك، وانت من جوه مشوي تماما. ما بين بقى اعتلالات في الكبد، اعتلالات في الكلى، اعتلالات في دهون الدم، اعتلالات خلل في وظائف الكبد كمان، وظائف الكبد والكلى والقلب، واختلاف في ضغط الدم. فانت بترسك علشان شكلك الخارجي بان انت ممكن في اي وقت تبقى في مشكله. ده على نسق استخدام الهرمونات، استخدام مدرات البول، استخدام المنبهات بافراط اللي هو بقى الجرعات العاليه. الجرعات العاليه يا فندم، يعني دكتور عمرو قول لنا الافيدرين والحاجات دي. الافيدرين في ناس بتاخده، الافيدرين احنا بنصحي بيه الميتين، يا لهوي، يعني بنصحي بيه القلب. هم الناس بتاخده عشان يقول لك ده يساعدني في التمرين ويحرق لي دهون. ده احد الستيمولنس العنيفه جدا للقلب، او حتى البري ورك اوتس العاديه ممكن البري ورك اوتس عليها لغط لو انت ما بتستخدمهاش في اطارها المنطقي. يعني ما ينفعش تقول لي انا باخد بري ورك اوت كل يوم. لا، احنا بنسيف البري ورك اوتس ليوم المباراه بالظبط. اوكي، عندي لعيبه بتاعتي عنده ماتش كل اسبوع فباخده مره في الايه، لكن مش بشكل يومي، مش كل يوم اديله جرعه 200 ملغ كافيين. ده انا اعرف ناس بتقول انا ما بروحش الجيم من غير ما اخد بري ورك اوت. عايز اقول لك ان ده بعد شهر ملوش قيمه بالنسبه له، لان احنا المواد المنبهه دي جسمك بيعتاد عليها. فتلاقيك اللي انت بتاخده منها النهارده مفيد او مؤثر عليك، بعد شهر من استمرارك عليه مش بقى هيبقى عامل بقى فيدد، بقى اثره غير موجود، فتطلب جرعه اكتر. فتبدا تزود الجرعه. فتبدا تتعب اكتر. فلا، انت لازم تاخدها بالشكل المحدد اللي يقول لك وانس ويكلي او ايام التمرين التقيل. انا عندي النهارده تمرين تقيله جدا، معتقد ان الكابتن بتاعي دخلني ساعتين ثلاثه، فابدا اخد جرعه منبهه من البري ورك اوتس مثلا. لكن عمال على بطال ده خارج نسق استخدامها اطلاقا يعني. مفهوم. دكتور كان ليك تحليقات وكنا عايزين نعرف منك نعمل ايه لو واجهنا حاله بالشكل ده، بس كان ليك تعليقات طبعا. بالعكس، هو ما شاء الله دكتور عبد الرحمن قال الموضوع بملخص كبير جدا بتاع المكملات. والمكملات يعني انا بكمل حاجه ناقصه، الديفينيشن هو انا في عندي حاجه ناقصه اصلا، بالذات الشباب الصغير انا عندي نقص في حاجه اصلا، ولا مصدر الحاجه الطبيعي دي بيكون من المصدر الطبيعي اللي ربنا خلقه، سواء الفاكهه والبروتين
والاسماك والسلطات والخضار. فمكملات او الهرمونز او المنشطات كرياتين انابوليك سترويدز كازين كل الحاجات دي هي وظيفتها انها بتقلل حموضه العضله، فالشخص يقدر يشيل اوزان العضله تقدر تشيل اوزان اكتر لفتره اطول من غير ما تتعب. هو ده الهدف، هو هدفه هو، واللي هو الهدف هو مش هدف صحي اطلاقا. هو الهدف ان هو يشيل العضله تستحمل، يشيل اوزان اكتر، يعني بادي ماس اندكس بتاعه صغير لكن ده وحش ما شاء الله، بيشيل اوزان جامده جدا لان حموضه العضله قلت فتعبها قل، فبالتالي يقدر يشيل اوزان فتره طويله. ده هدفه. طيب انت الملخص بقى دكتور عبد الرحمن قاله، عارف تاثيرها على الهرمونز، انت عارف تاثيرها لو عندك عيب جيني في حاجه معينه، انت عارف تاثيرها على الكبد والكلى والضغط الدم، انت عارف تاثيرها على تساقط الشعر وهشاشه العظام، انت عارف تاثيرها على القلب. يعني انت دلوقتي خليت العضله تشيل اوزان كبيره، برضو دكتور عبد الرحمن لفت الموضوع ده، هل قلبك يستحمل هذه الاوزان؟ هل الدوره الدمويه مستعده لهذه الاوزان؟ انت بتركز على العضله فقط وناسي الموتور او المضخه الرئيسيه اللي احنا مهتمين بيها، سواء قوه العضله، كفاءه العضله، ما يحصلش ضعف في العضله، او سواء ضغط الدم، او سواء ضربات القلب وحصول مشكله في ضربات القلب. فهو ده الملخص بصفه عامه اللي المكملات او المنشطات بتعمله في حاجه انت مش عارف نفسك، انت ما تعرفش تاريخك المرضي في العيله، ما تعرفش الجين اخباره ايه، وما تعرفش تاثير على حاجات. لو حصل حاجه الحاجه دي بتختلف من حاجه حاله طارئه، يعني لا قدر الله على الجميع توقف في عضله قلب او ازمه كبيره، او مجرد الام في الصدر او ارهاق. طبعا رقم واحد كول فور هيلب، اطلب مساعده. واحد اطلب مساعده فورا، اما ان حد يجي يساعدك او تطلب الاسعاف او للتدخل. اتنين نوعيه الحاله، الام في الصدر لازم ناخدها بعين الاعتبار، احنا مش الطبيعي ان حد بيشتكي من وجع في صدره في هذا المكان. الراجل المفروض ان هو يعني فت وبيمارس رياضه وكده. فاي واحد بيشتكي من وجع في صدره او صعوبه في التنفس شديده، لازم فورا نطلب الاسعاف وننقله للتعامل معاه من الطاقم الطبي. ما ينفعش انا في رصاصه القلب دي اللي بتحصل، الله يسلمك، ما هو ممكن تظهر في صوره نهجان او صعوبه في التنفس او ضربات قلب سريعه او وجع في صدر، لازم فورا يتنقل. مش هينفع نستهين بيه، لان في حالات كتير بيبقى مجرد بس فيش وجع في صدر حاجه، هبوط، انا حاسس بهبوط، لا انا تعبان مش قادر اكمل اشيل تاني. ده ما ينفعش نستهين فيه، لازم تطلع على المستشفى نعمل فحوصات اوليه نطمن ان مفيش حاجه